نروح لأجندة الثقافية ونشوف كده أهم الفعاليات النهاردة اللي ممكن كل واحد يروح كده بالليل أو يخرج مكان من الأماكن مصر الجميلة. تعالوا نشوف أجندتنا النهاردة في صباح أون. دي كانت أجندتنا الثقافية للنهاردة، اللي زي محمد اتفضل وقال اللي يحب ليه نشاطات ثقافية ويحب ياخد عيلته ويخرج يتعرف على نشاط ثقافي أكتر.